بصبح عليكم مرة تانية، وكمان بصبح على مشاهدينا في كل مكان. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ جولتنا بمحافظة القاهرة، وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة مش بتأثر على معدل الحركة، وده مكمل لحد منطقة رمسيس. بعدين بيكون في سيولة حتى نزلة غمرة، وبعدها بنكمل معانا أو بتكمل معانا السيولة المرورية حتى نهاية كوبري أكتوبر. كمان في شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة وغير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معانا السيولة لحد طريق النصر. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية سببها بعض التحويلات وبعض أعمال التوسعة للكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي، لكن الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان في سيولة مرورية. الكورنيش من المظلات لوسط البلد في كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزل كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، نبتدي من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وده طبعا بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. وفي كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، في شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة ولحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتبدأ تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. في محافظة اسكندرية في كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بتشهد أو الطرق اللي حواليها فيها كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلصت جولتنا المرورية. ناخد بالنا ان في شبورة مائية بتبتدي من بالليل متأخر وبتكمل معانا لحد الصبح بدري، نلتزم بتعليمات المرورية وناخد بالنا نبعد في حالة وجود أمطار، نبعد عن أي تجمعات مائية أو ألواح معدنية أو أشجار أو بيوت ممكن تكون متهالكة شوية عشان نوصل بيوتنا وأشغالنا بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا نور.